السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في المحاضرات المسجلة لمساق برمجة حاسوب 2 لطلاب وطالبات قسم تطوير صفحات الإنترنت جامعة الإسراء غزة. اليوم إن شاء الله رح نكمل مثال الانهيرتنس أو الوراثة اللي بدأنا فيه المحاضرة الماضية، واللي كان بيتكلم عن نظام بنكي في عاملين كلاس للبنك اكاونت، يعني للحساب البنكي. طبعا الحساب البنكي يا جماعة في رصيد في هذا الحساب، يعني مثلا حساب ريهام في مبلغ كذا، حساب أحمد في مبلغ كذا، فبالتالي أنا قمت بتعريف متغير من نوع دبل اسمه بالانس، هذا لقيمة الحساب. طبعا لازم أنا أعمل كونستركتور، إذا ما عملت كونستركتورز في الكلاس الجافا لحالها بتعمل كونستراكتور افتراضي. طبعا انا هان استخدمت الكونستراكتور الافتراضي وحطيت فيه البالانس صفر، بمعنى لما ينعمل اوبجكت بالكونستراكتور الافتراضي، يعني اللي ما في معاه ولا بارامتر، بتم اعطاء قيمة الحساب او الرصيد صفر. طب افرضوا لا، انا يعني لما بدي اجي اعمل حساب لشخص بدي اودع فيه المبلغ ابتداء الشخص هو اللي بيودعه، فبالتالي انا عملت overloading للكونستراكتور، خليته ياخد قيمة دبل هي اكس بدي احطها في البالانس. فبالتالي اذا في عندي زبون او عميل اجى على البنك قال لي افتح لي حساب وحط لي فيه 500 دولار، فانت حتستخدم الكونستراكتور هذا لأن حسابه عندما ينتشئ يتم إضافة مبلغ في البالانس اللي هو 500 دولار. بعد هيك يا جماعة في عندي دوال خاصة بالحساب البنكي مثل الإيداع ديبوزيت، أكيد أنت بدك تضيف قيمة، يعني بدك تضيف مبلغ على حسابك، فبالتالي الرصيد البالانس بده يساوي البالانس القديم زائد القيمة اللي أنت ضفتها. يعني كان في حسابك 500 ضفت انت 100، فبالتالي صار في حسابك 600. في عندي دالة الويذدرو للسحب، اكيد انت برضو حتسحب مبلغ معين، فبالتالي الرصيد تبعك بده يصير الرصيد القديم ناقص القيمة. يعني لو رصيدك 600 وسحبت 200 حيصفي رصيدك 400. طبعا في عندي دالة للترانسفير اللي بتنقل من أكاونت لأكاونت تاني، فأنت حتسحب بالأول المبلغ من الأكاونت وتحطه تعمل له إيداع في الأكاونت التاني. طبعا لأنه البالانس يا جماعة أنا فوق بالأساس معرفها برايفت، فاضطريت أعمل جيت وست. الجيت عشان أرجع أعمل ريتيرن لقيمة البالانس، والست عشان أغير قيمة البالانس لقيمة جديدة. طبعا حكيت لكم في عندي أنواع كثيرة من أنواع الحسابات البنكية. إحنا في المحاضرة السابقة تكلمنا عن السيفنج أكاونت. إيش السيفنج أكاونت بيعمل؟ بيعمل يعني هو نفس خصائص البنك أكاونت إله، يعني إله رصيد، إله إيداع، إله سحب، إله نقل، لكن له دواله وخصائصه الخاصة فيه. فالخاصية الجديدة اللي أنا ضفتها إنه في عندك سعر فائدة أو معدل فائدة، يعني في آخر الشهر المصاري راح ينضاف عليهم فائدة وينضافوا للرصيد. فبالتالي في عندي الانترست ريت، هذه معدل الفائدة الشهرية. طبعا هل أنا عندي إبانية خاصة بالإبن، بأضيف هذا الحساب قديش بدها تكون نسبة الفائدة 5% 10% وما إلى ذلك. طبعا كيف بتنضاف الفائدة؟ زي ما حكت لكم الرصيد، بتاخد الرصيد اللي في الحساب هذا تضربه في الفائدة وبتقسمه على 100. يعني إذا أنت عندك في حسابك مثلا حكينا وليكن مثلا 1000 دولار، هذا في حسابك وانت الفايدة عندك 10%، فانت بدك تضرب في 10 على 100، من هان صفرين من هان صفرين حيبقي عندي 100 دولار هي الفايدة.
طبعا يا جماعة هذا بالمنطق، يعني أنت بدك تجيب قيمة الحساب اللي هي 1000، بدك تضربها في قيمة الفائدة اللي هي 10، وتقسمها 100 عشان 10%. طبعا هذه الفائدة حتنضاف على مين؟ على 1000، فلازم أعمل لها إيداع في الحساب، فبعمل لها ديبوزيت، يعني ضيف للفائدة هذه وين؟ على الحساب، فبصير في الحساب في عندي 1100 دولار. طبعا يا جماعة عشان الانترست برايفت اضطريت أعمل جيت عشان أرجع قيمته، وأعمل سيت عشان أغير قيمته. هذا ببساطة اللي أخذناه المحاضرة السابقة. في المحاضرة هاي إن شاء الله رح نكمل بنفس المفهوم، وبدنا نعمل كلاس تاني بيعمل وراثة من البنك أكاونت. فأنا هعمل نيو جافا كلاس، بدي أسميه checking account، سوري هذا الـ checking account يا جماعة نوع من أنواع الحسابات البنكية، بتقدر تعمل إيداع عدد معين من المرات، بعد هيك بقول لك لا، إذا بدك تودع زيادة أو تسحب زيادة بدي أدفعك مصاري على كل إيداع زيادة. فنعمل finish، إجاني الـ class. طبعا يا جماعة هو class إيش؟ من نوع account، يعني بالآخر له صفات نفس صفات البنك اكاونت، يعني لازم يكون في رصيد، لازم عملية الايداع، لازم عملية السحب، لازم عملية النقل. فبالتالي ببساطة عشان ما اعيدهم مرة تانية، هدول الخواص والدواء لازم اعمل ايش؟ يعمل اكستنس من مين؟ من البنك اكاونت، تمام. فهو لازم يعمل ايش؟ extend. extend من مين؟ من البنك account، تمام. تمام، فهيك عندي صار الـ checking account وارث من البنك account، وهي البنك account فحيورث منه كل الصفات وكل الخصائص هذه، حيورث البالانس، وحيورث الديبوزيت والويثدرو والترانسفير، وحيستخدم أي كونستركتور بده إياه من الأبعاد بشكل طبيعي. نرجع على الكلاس، فهلقيت أنا يا جماعة حكت لكم الكلاس بيورث أبوه اللي هو مين؟ البنك أكاونت، لكن له خصائصه الجديدة وإله دواله الجديدة بشكل منفصل عن أبوه، يعني بيورث من الأب أوكي، لكن إله خصائص ودواله الخاصة فيه. طبعا أنا حكيت لكم إنه هو بسمح لك بعدد معين من الحركات، يعني مثلا تعمل إيداع، إيداع سحب، بعد هيك هذول كلهم ببلاش، بعد هيك بقول لك لا ادفع مصاري على كل حركة. فإحنا هالإشي يا جماعة بدنا نعرف مجموعة من المتغيرات. المتغيرات هاي أول حاجة أنا بدي أشوف كم حركة عملت على هذا الحساب، فبدي أعمل integer للترانس أكشن count. إيش يعني count؟ يعني عدد، وترانس أكشن يعني حركات. فهان أنا بدي أعرف عدد الحركات، كم إيداع وكم سحب تم على هذا الحساب. طبعا إذا يا جماعة عمل 3 إيداعات أو 3، يعني 3 حركات ورا بعض، هدول مجانيين، تمام. بعد هيك حيبدأ على كل حركة يدفعوا وليكن 2 دولار، يعني أول 3 حركات هدول فري مجانيين، بعد هيك حتصير تدفع عمولة على كل حركة زيادة. فبدنا نعرف هذا الحكي، بدي أقول له إنه في عندي 3 حركات فري
وفي عندي عمولة 2 دولار. فأنا إيش هن بدي أعرف؟ بدي أعرف متغير برايفت ونوعه يا جماعة فاينل. إيش يعني فاينل؟ فاينل يعني أنت بتعطي المتغير هذا قيمة ما بتقدر تغيرها خلال الكود إطلاقا، بتضلها زي ما هي، لأنه عدد الحركات 3 هذا ثابت، فخلص بخليه فاينل يعني ما يتغير أبدا. برايفت فاينل انتجر هذا لمين؟ الحركات الفري، فهي فري ايش؟ الترانز اكشنز. فانت هيك بتقول له انه في عندي الترانز اكشن مجانية عددها 3. انت هيك فهمته انه في 3 حركات حتصير على السيستم بدون دفع مصاري. بدي احكي له انك حط 2 دولار لكل حركة زيادة، حاخد هذا واقول له انه في عندي برايفت وبرضه ما بتتغير، الـ2 دولار ثابتة. خلينا نحكي انها مثلا دبل واسمها الترانز رسوم للترانزاكشن، ترانزاكشن في يعني رسوم. فانت هان ايش بتحكي له؟ بتحكي له انه في عندي رسوم قدرها 2 دولار، قيمتها فاينل، فاينل يعني ثابتة ما بتتغير. فهيك يا جماعة انا خلصت الدوال سوري الصفات او الخصائص الخاصة بهذا الايش الحساب. في عنده عدد حركات ممكن تعمل حركة 2 3 100، لكن الحركات المجانية 3، وبعد هيك كل حركة حتدفع عليها قديش؟ 2 دولار. هيني فهمتوا هاي الشغلات؟ طيب اوكي، بدنا نعمل له ايش يا جماعة؟ بدنا نعمل له constructor. اكيد كل كلاس فيه له constructor، هعمل له public وبناخد اسم الكلاس public class. تمام، ونفتح الأقواس ونسكرها نحضرها سوري. تمام، هل كده في أنا عندي بانية لكلاس لتشيكينج أكاونت، كتبت public checking account. أنا لما أنشئ الكلاس انتبهوا معي ايش بدي اعمل. لما انشئ الكلاس بدي اعطيه رصيد، وبدي احكي له انه الحركات اللي عندك 0. فيش اسهل من هيك؟ يعني بده يجي ينشئ حساب نوع تشيكينج اكاونت للزبون، بتقول له هات المصاري اللي بدك تودعهم فيه، بقول لك بدي 500 دولار اودع فيه. أكيد لسه حركات ما عمل ولا حركة على النظام أو على الحساب. طيب الرصيد يا جماعة هذه من وين بده يورثها؟ ما احنا حكينا بده يورثها من الأب. وين الأب؟ هي اللي هو البنك أكاونت، مش هاي عنده بالانس اللي هو رصيد. تمام، بدي أجي أدور من الكونستراكتور اللي بعطي قيمة للرصيد حسب ما يدخلها اليوزر. هيو هذا الاوفرلودد، فانا بدي استخدم هذا. هذا بيعطي 0، انا ما بدي اياه. انا بدي ايش؟ هي بدي اياه اعطيه قيمه رصيد معينه. فحستخدم مين؟ حستخدم الاوفرلودد هذا اللي بياخذ قيمه معينه بحطها وين؟ في البالانس. فحرجع احكي له ايش؟ اكيد هذا حياخذ قيمه اللي هو قيمه مين؟ الحساب اكس مثلا. تمام، طيب عشان بدي انادي كونستراكتور الاب ايش حكيت بستخدم؟ بستخدم سوبر، وبحط مين؟ بحط الاكس. فهان حيستدعي كونستراكتور الاب اللي بياخد قيمه دبل. هاي بيجي هان بدور وين كونستراكتور الأب اللي بياخد قيمة دبل. هذا بياخد قيمة؟ لا هيو فاضي. هذا بياخد قيمة؟ هيو.
فحنستدعي مين؟ الكونستراكتور هاد، نعطيه قيمة يحطها وين؟ في الحساب. تمام. ايه سوري مخربطة انا بالكلاس هان. تمام، فانا هن استدعيت مين؟ استدعيت كونستراكتور الاب اللي بيعطي قيمة بالانس من اليوزر. بعد هيك ايش بدي احكي له؟ بدي احكي له انه الترانس اكشن كاونت قديش؟ صفر. لسه ما عملش ولا حركة على النظام او على الحساب، فهيك انا حاعطيه قيمة رصيد واقول له الحركات ايش؟ الحركات صفر. طيب هل يدري يا جماعة لما يجي يودع هذا صاحب هذا الحساب حيودع الفلوس عادي، حيضيفها على الرصيد اللي عنده، وكمان حيضيف مين؟ الحركات بواحد. انتوا لو اجيتوا اطلعتوا هان على البنك اكاونت، هاي بيودع، شايفين؟ بيودع، بيضيف على الرصيد قيمة المبلغ، بس ما بيزود الحركات بواحد. تمام؟ فالديبوزيت عند الابن تختلف عن الديبوزيت عند الاب. الاب بس بضيف القيمة، الابن بده يزود الحركات بواحد. فعشان هيك انا بدي اعمل اوفر رايدنج. ايش حكينا الاوفر رايدنج؟ بتاخد نفس اسم الدالة بنفس معاملاتها، بتروح على الابن تكتبها. تمام؟ فانتهان بدك تعمل نسخة من دالة الاب لكن خاصة فيك. الاب بس بضيف على الحساب، انت بدك تضيف على الحساب وبدك كمان تزود الحركات بواحد. فانا ايش هحكي له؟ هحكي له زود للحركات هاي الترانزاكشن كاونت بواحد، هاي تزودتها. وبعد هيك ايش بدي اعمل؟ بدي اقول له ضيفها على مين؟ ضيفها يعني ضيف هذا المبلغ وين؟ على الحساب. طب ما لو اجيت اطلعته هان، ما هيها الاب بتضيف المبلغ على الحساب، فبستدعيها من الاب وخلص. يعني بدي استدعي دالة الديبوزيت الموجودة وين؟ في الاب. فانا هرجع على التشيكينج اكاونت، هحكي له سوبر نديل مين؟ دوت ايش؟ ديبوزيت، شايفين لحاله هان جاب لي اياها. فانتوا هان يا جماعه يعني في عندي الاب في عنده ديبوزيت في البنك اكاونت، في ديبوزيت لكن بتعمل شغله معينه، بتضيف المبلغ على الحساب. لكن عند الابن بدي اياه بالاول يزود الحركات بواحد بعدين يضيف. فانا هاي زودت الحركات بواحد، بعدين ناديت كيف بدي انادي الداله اللي عند الاب؟ بسوبر، سوبر دوت اسم الداله واعطيها الاماونت. طبعا هذه يا جماعه داله اوفر رايدنج. ليش؟ لانه نفس الداله موجوده عند الاب بنفس الاسم بنفس البارامتر. فالأفضل قلت لكم إيش نحط؟ كلمة at override قبلها. فهيك صار في عندي الديبوزيت بتزود الحركات بواحد وبتودع المبلغ. كذلك يا جماعة نفس الإشي بينطبق على مين؟ على الـ withdraw. لما بدي أجي أسحب من الرصيد حنقص الحركات وحنقصها من الرصيد. يعني بدي أنا أسحب 100 دولار، حنقصها من الرصيد وحزود الحركات بإيش؟ إنه أنا عملت حركة سحب على الحساب هذا. فحرجع على checking account بقول له بدي أعمل withdraw، بدي أعمل سحب لمبلغ. تمام،
طبعا نفس اسم الدالة بنفس مين البارامتر، فهذه اكيد ايش override، فبحط override. ايش بتعمل؟ اول حاجة بتزود الحركات بواحد، يعني انت قاعد بتعمل حركة جديدة على الحساب، فاكيد حتزود الحركات، وبعد هيك حتروح تسحب. طب ما دالة السحب موجودة وين؟ موجودة عند الأب، فحقول سوبر يعني نديلي مين ال withdraw، هي موجودة تحت اللي عند الأب. فهيك أنا عملت override للديبوزيت وعملت override لل withdraw، بيستخدموا الموجودين عند الأب، فبالتالي استخدمت سوبر دوت واستخدمت سوبر دوت. تمام، وهان يا جماعة استخدمت الكونستراكتور اللي عند الأب، فاضطريت أحط إيش سوبر واعطيته البارامتر اللي بياخده. تمام، طيب هلقيت بدنا نبدأ نحسب إنه بعد ما يعمل 3 حركات على يعني 3 سحب أو 3 إيداع أو 3 مخربطين سحب مع إيداع، بدي إياه يبدأ يحسب عليه غرامات، يعني بدي أخذ 2 دولار على كل حركة زيادة. أعمل حركتين بدي أخذ 4 دولار، أعمل 3 حركات بدي أخذ 6 دولار. فلازم إيش أعمل؟ هذه الدالة اللي بتزيد 2 دولار على كل حركة زيادة. فأنا هحكي له في عندي public void اسمها fees، اللي هو إيش يعني fees؟ رسوم. تمام، ايش هي الدالة بتعمل؟ كل حركة زيادة في نهاية الشهر، لو انت مجمع 5 حركات بدها تضربهم في 2 عشان نطلع قديش لازم تدفع غرامة. فانا هحكي له والله اف اذا عدد الحركات اللي عندك كان الترانزاكشن كاونت أكبر من مين؟ أكبر من 3. طب قيمة 3 وين مخزنة؟ هيها في الحركات المجانية. فأنا إيش هحكي له؟ إذا حركات اللي أنت عملتها على الحساب أكبر من 3 والثلاثة مخزنة في الفري ترانزاكشنز، إيش هتعمل؟ هتعمل خصم. هتعمل إيش؟ خصم. حتقول في عندك دبل اف يساوي، حنشوف ايش الخصم اللي حينخصم عليه، حشوف هو كم حركة عمل فوق 3. يعني لو عامل 5 حركات فهو في عنده حركتين فوق 3 المجانيين، لو عامل 10 حركات في عنده 7 حركات فوق المجانيين. فحشوف الترانزاكشن أشوف أنا كم حركة هو سوري بدي أشوف هو كم حركة عمل transaction count. تمام، بدي أنقصهم من مين؟ من الفري، عشان أطلع كم حركة زيادة عن الفري. فأنت هان بتقول له transaction count إذا أنت عمل 10 حركات نقص منهم 3، بطلع لك هدول 7 لازم تدفع عليهم فلوس. فانت الترانزاكشن كاونت ناقص الفري الترانزاكشن، لازم ايش هدول؟ لازم يدفع عليهم فلوس. ايش حيدفع عليهم؟ 2 دولار. وين ال2 دولار مخزنة؟ في الترانزاكشن في. فانت حتقول هان transaction في ضرب هذا المقدار كله. بعد هيك هذا المبلغ ايش اللي لازم هو يدفعه عشان استخدم او عمل حركات الزيادة على مين؟ على
النظام أو على الحساب، بعد هيك حقول له خلي لي الترانزاكشن كاونت ايش، صفرهم خلاص، بدي شهر جديد واحنا حسبناه على كل الحركات اللي عملها للزيادة اللي عملها، فبالتالي ايش، فبالتالي رجعهم صفر. طبعا يا جماعة كمان يعني غير انك انت بدك تدفع فلوس، بدك تخصمهم من مين؟ بدك تخصمهم من رصيده، فحتنادي سوبر دوت اسحب من الرصيد شو قيمة الغرامة هاي، وحط الترانزاكشن بإيش، بصفر الاف هيك، وبعد ما يعمل الاف خليه ايش، يخلي الترانزاكشن صفر. فاحنا ايش يا جماعه في داله الغرامه عملنا؟ اول حاجه رحت شفت كم حركه هو عمل، اذا اكبر من 3 فلازم يدفع فلوس. ايش حيدفع؟ حيدفع كم حركه زياده مضروبين في رسوم الحركات. يعني لو هو عامل 7 حركات، عدد الحركات 7، فأنت حتقول 7 ناقص المجانية 3، يعني قديش؟ 4 حركات زيادة. بدك تضربهم في الرسوم، الرسوم قديش؟ 2، فبده يدفع $8 على رسوم على الحركات الزيادة، فلازم أخصمهم من الرصيد. بعد ما أخصمهم من الرصيد بدي أرجع إيش، عدد الحركات 0، لأنه خلص الشهر وأموره صارت كويسة. تمام، فأنا هيك يا جماعة خلصت اللي هو إيش الكلاس هذا بكل محتوياته. يعني في إله عدد حركات، عدد حركات مجانية 3، رسوم 2 على كل حركة زيادة. في عندي هان البانية تبعته، أول إشي ندى بانية الأب اللي بتعطي للبالانس قيمة، وحط الترانز أكشن عدد الحركات 0. الديبوزيت بتزود الحركات بواحد وبتستدعي ديبوزيت الأب عن طريق سوبر. الويذدرو بتزود الحركات بواحد وبتسحب عن طريق مين؟ الأب باستخدام سوبر. و إذا عمل أي حركات زيادة لازم ندفع فلوس، هذه الفلوس بتنسحب من رصيده بالويذدرو، وبعد هيك برجع الحركات إنها إيش، 0. تمام، هيك بنكون خلصنا كل كلاس التشيكينج أكاونت بكل دواله وخصائصه والمانيات. أوكي، هلأ في دالة المين أنا اختصارا للوقت عملت أول إشي أوبجكت من كلاس الابن اللي هو إيش، checking account، أعطيته constructor اللي بياخد زي ما حكيت لكم بنادي constructor الأب اللي بيعطيه قيمة للرصيد. فهو هان يا جماعة رصيده 500 وعدد حركاته 0. أول ما عمل بيكون الرصيد $500 والحركات 0. هل قد أنا إجيت هان ضفت على الرصيد إيش؟ كمان 500، يعني صار $1000 والحركات 1. رجعت سحبت 100، يعني صار $900 والحركات 2. بعدين سحبت كمان 100، صار $800 والحركات 3. بعدين ضفت عليه كمان 1000، فصار 1800 والحركات 4. فرضا خلص الشهر وهو عامل هاي الحركات على الحساب، يعني عامل قديش؟ 4 حركات. فلو بدي أجي أطبع الحركات فحلاقيهم 4. في نهاية الشهر لازم أنفذ الدالة اللي بتخصم على الحركات الزيادة، فهو عامل 4 حركات والحركات اللي بلاش 3. فأربعة ناقص 3 1، يعني عمل حركة زيادة، كل حركة حياخد عليها قديش؟ $2. فالاتنين دولار هذه حتنخصم من مين؟ من الرصيد،
فلو طبعنا الرصيد هنلاقيه 1798 دولار، ولو طبعنا الترانزاكشن هيصفرها لأنه خلص الشهر وبدنا نبدأ نعد عليه حركات زيادة عشان نخصم عليه في الأشهر القادمة. فلو أنا عملت تران، شوفوا كانت حركاته 4 ورصيده صار 1798 ورجعت حركاته 0. فهي يا جماعة ببساطة مبدأ الانهيرتنس بوجود السوبر وبوجود الأوفر رايدنج. يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله.